حلقة جديدة من مطبخ آسيا، وصفاتنا وحلقاتنا للمناسبات الخاصة لا زالت مستمرة. النهاردة هنعمل حاجة يعني عملناها قبل كده في مطبخ آسيا وطلبتوها كتير. هنعمل اللازانيا اللي انتوا فاكرين عملناها على شكل رول زي الكانيلوني، بس النهاردة هنغير في الحشوات، وده بناء على طلبكم. النهاردة هنعملها بالصلصة البيضة، هنعملها بحشوة الفراخ والمشروم، كون ان الناس كلها بتحب الحشوة دي. اول حاجة انا هنا عندي الطاسات مسخناهم كويس على النار، هحاول اشتغل هنا وهنا عشان نكسب وقت ونلحق نعمل الوصفه الثانيه. عندي هنا شويه زيت زيتون، هحضر الحشوه وهحضر الصلصه في نفس الوقت. وعندي هنا شويه زيت زيتون برضو، يعني هنا الحشوه وهنا الصلصه. طيب نبتدي بالبصل. عندي بصل اشوحه في الحشوه وفي الصلصه برضو. هشوح البصل هنا. انا هحاول ان انا اعمل حشوة فراخ والمشروم زي ما قلت، وهحاول اعمل كمان صلصة بيضة. طيب هدبل البصل لوحده في الصلصة، والبصل بتاع الفراخ هزود له شوية ثوم. وعندي هنا فراخ مفرومة، هحاول اخد يعني ما تكتروش، لانه انتوا عارفين اللازانيا ما بتاخدش حشوة كتير، وكمان احنا هنضيف مكونات تانية. طيب هخلي الفراخ تتشوح وتتعصج على النار، وهبتدي اشتغل في الصلصة. يعني بعد ما بيدبل البصل شوية، بروح جايبة حوالي مقدار معلقتين كبار او معلقة ونص كبيرة من الدقيق، وهشوحها مع البصل ده. تشقر بس شوية، وهروح محضرة الكريمة مع اللبن. عندي هنا كريمة وعندي اللبن، هضيفهم على بعض عشان يسهل عليا انزل بيهم على الصوص بتاعي. طيب بعد ما شقرت البصل والدقيق على النار، هحضر بقى المضرب وهنزل بالراحة باللبن والكريمة عشان احضر صوص زي البشاميل بس خفيف. تمام كده، هوطي عليه النار وهضيف له بقى المنكهات زي جوز الطيب، لانه اي حاجه كريميه بتاخد جوز الطيب. وعندي الملح وعندي فلفل اسود، وبستخدم الفلفل الاسود الحار لانه بيبقى طعمه لذيذ جدا وبيدي نكهه مميزه قوي للصوص الابيض. وبقلب الصوص ده واسيبه على النار شوية بس، زي ما قلت انا مش عايزاه زي البشاميل، انا عايزاه صوص كثيف بسيط، يعني مش عايزاه تقيل قوي بحيث ان هو يبقى مناسب للازانيا. طيب بعد ما عصقت الفراخ، هضيف لها هنا المشروم، يعني حبة مشروم حلوين، ممكن تستخدموا الطازة او المعلب زي ما انتوا عايزين. وهضيف البهارات، وهستخدم نفس البهارات اللي استخدمتها في الصوص. عندي شوية جوزة الطيب أو جوزة الطيب، وعندي فلفل أسود، وعندي الملح. اهي خطوات بسيطة، وزي ما انتوا فاكرين احنا عملنا قبل كده اللازانيا دي، وقلنا ان هي فكرة حلوة جدا ومناسبة قوي للناس اللي ما بتلاقيش الكانيلوني في السوق. طيب الصوص كفاية عليه. العصار ده ممكن اضيف له حاجات تانية، انا بحب طالما ان المكرونة دي كريمية او فيها صوص ابيض، بحب ان انا اضيف الجبنة القريش، وبحب كمان اضيف شوية كزبرة. عندي شوية كزبرة كده ناشفين او مفرومين، وعندي الجبنة القريش، بحاول اعملها زي الكرامبل او افتفتها على المزيج ده وهي هتدوب، المزيج سخن قوي. الكمية بتاعت الجبنة حسب كل ما هو واحد عايز،
بس انا بستخدم حوالي 150 جرام تبقى كفاية قوي، او اللي هو بيبقى عندي بتاع الجبنة بتتباع بالقطعة او البلوك. بالشكل ده هبتدي دلوقتي اقلب كل المكونات دي مع بعض، وبكده انا حضرت الحشوة والصلصة. طيب هطفي النار وهسيب الحشوة دي تبرد، هي كده واخدة تتبيلتها والمكونات الغنية بتاعتها وكل حاجة. هبتدي دلوقتي اشتغل في اللازانيا. عندي هنا لازانيا، اتكلمنا قبل كده ازاي نخلي اللازانيا سهل ان احنا نشتغل بيها. قلنا ان احنا نسلقها ونسيبها في يعني مش نسلقها تماما، نغطسها بس في المية السخنة المغلية مدة 3-4 دقايق بس، احس ان هي ممكن تلف معايا، وبجيب بلاستيك المطبخ وبحط راق وادهنه بالزيت واحط عليه اللازانيا، وبعد كده راق تاني وكده وكده وكده، واحطها في التلاجة ساعة تبرد عشان يبقى سهل معايا اللف زي الكانيلوني. هعمل لها مكان عشان ابتدي اشتغل بكل سهولة. يعني من مكونات احنا متعودين عليها بنعمل حاجة لذيذة جدا ومبتكرة وجديدة. اول حاجة انا هحتاج ان انا احط شوية من الصوص ده في القعر عشان اللازانيا بتاعتي ما تتحرقش كده. وبعدين خلوني اقرب الحشوة احسن، ودايما تعلمي ترتبي نفسك في المطبخ بحيث ان كل حاجة تبقى تمام. طيب هحط دي هنا بحيث ان انا احشي الحاجة واحطها على طول. هحتاج دلوقتي اخد حوالي معلقة كبيرة من الحشوة لمعلقة ونص على حسب. وزي ما قلت انا نسيت اقول حاجة مهمة جدا، لو مش حابين تستخدموا الجبنة القريش ممكن تستخدموا الجبنة الريكوتا، هي كمان بتسد. ممكن كمان العكاوي، القشقوان، كلها انواع جبنة حلوة جدا في الوصفة دي. وحلف بالشكل ده ونرص اللازانيا بتاعتنا. شفتوا بتبقى سهلة ازاي؟ اهم حاجة ان احنا نخليها تبرد في التلاجة. وقلنا قبل كده انه اللازانيا لما نكون بنشتغلها يستحسن ان احنا بعد ما نلف 4 أو 5 نحطهم على طول، نحط عليهم الصلصة عشان ما تنشفش اللازانيا. لاحظوا ان هنا كنا مغطينها، لكن لما نحشيها ونسيبها في الهواء ممكن تنشف شوية، فنشتغل بسرعة او نشتغل وايدينا مع الصلصة. عشان كده يستحسن نحضر الاتنين بنفس الوقت ونفس السرعة وكل حاجة. بالشكل ده الوصفة دي لذيذة جدا. انا تعمدت ان انا احط فيها نكهات مختلفة، او مش مختلفة، هي نكهات مألوفة ليكم بتحبوها، بس وضفناها بطريقة جديدة. ولسه اللي جاي يعني لسه اللازانيا دي ممكن تطلقوا العنان لافكاركم في حاجات كتير. اخد شوية تاني من الصوص واغطيها كده زي ما قلت عشان ما تنشفش. تمام، هاخد دي والموضوع ممتع. ممكن تخلوا كمان لو في بنوتة حلوة عندها 10 سنين 8 سنين تساعدكم في المطبخ، تبقى فرصة ان هي تتعرف على العالم بتاع الام الداخلي. اظن كده فهمتوا الفكرة عاملة ازاي. انا هحاول بس اعمل كذا واحدة قدامكم عشان اكسب وقت. واحنا ماشيين حط بالشكل ده الصوص، وعندي هنا جبنة رومي، وعندي جبنة ايمونتال او جودة او اي حاجة او ادام حتى، اخلطهم مع بعض
وهحطهم على الوش بالشكل ده عشان يدوني تحميرة حلوة قوي للجبنة بتاعتي. اظن كده فهمتوا فكرة الصينية دي عاملة ازاي. انا هكملها سريعا سريعا وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 تستوي في الظروف العادية بتاعت كل صينية مكرونة او جراتان في الفرن. ونطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نعمل الوصفة التانية. رجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم ان النهاردة عاملين لازانيا بحشوة الفراخ والمشروم والجبنة وكمان صلصة كريمية حلوة قوي. دلوقتي هنعمل رول فراخ بس هنعمل فيه الوان الاحتفاليات بتاعت راس السنة. هيبقى رول كده احنا عملناه اول حلقة في مطبخ اسيا كان بالفستق والبصل، حاجة كده زي اللانشون او اللحمة الباردة، بس النهاردة هندخل فيه عناصر تانية وشوية الوان هتبقى جميلة جدا. عندي هنا الفراخ مفرومة، صدور فراخ يعني حوالي كيلو تقريبا، او الكمية حسب عدد الاشخاص. يعني لو مثلا عاملين عزومة يستحسن ان يكون كمية كبيرة، هو مش يعني ما تعتبرهوش طبق رئيسي على قد ما هو نوع من انواع المقبلات اللذيذه جدا. انتوا عارفين العزومات في الوقت ده بتبقى عايزه يعني مش بس طبق رئيسي وطبق جانبي، لا بتبقى عايزه مقبلات جميله جدا وحلوه. ودي من بين الافكار اللي انا بقترحها عليكم في مناسبات زي دي. عندي هنا بصل مبشور، ممكن حتى البصل تفرموه الاول مع الصدور في يعني قبل ما تستخدموها في الطلعة الأولانية أو في الفرمة الأولانية، ده لو كنتوا بتستخدموا أو كنتوا بتطحنوا الصدور في البيت، لكن لو جبتوها مطحونة خلاص ممكن نضيفها كده. أنا ما بحبش أضيف التوم غير باودر في الوصفة دي. عندي هنا توم بودرة وعندي فستق. فستق كمية يعني بسيطة، ما تقولوش مثلا ان هي وصفة مكلفة مثلا. وعندي ملح هحاول ان انا اضيفه بطريقة سوفيستيكية غريبة من غير ما اوسخ بتاعة الملح، وبرضو بنفس الطريقة السوفيستيكية الغريبة دي هضيف الفلفل. ما هو لسه يعني هضيف هلبس جوانتي تاني والوقت مش هيكفيني. ده محتاج شوية مجهود. تمام، هنضيفهم بعدين. وهعجن المكونات دي كلها مع بعض. لو حسيتوا انها محتاجة فستق ممكن تزودوا، بس على فكرة الفستق كمية اختيارية تماما، يعني ممكن كبشة صغيرة تعمل الفرق. وبكده انا جهزت الحشوة. طيب هجيب في الوقت ده ورق الفويل احطه بالشكل ده، وعندي كمان ورق المطبخ او ورق الزبدة. قلنا انه في الاواخر ورق الفويل بقى عليه قولان كتير، يعني حتى لو ما كانش فيه ورق الزبدة يستحسن نحط الجهة اللامعة دي هي اللي ناحية الأكل، ونخلي الناحية المطفية هي اللي تحت، لأنه يقال إن المنطقة المطفية دي هي اللي فيها نسبة رصاص عالية وده بيأثر على صحة الإنسان. فلو ما لقيتوش ورق الخبيز ممكن تخلوا الناحية اللامعة دي هي اللي ناحية الأكل على طول أو اللي بتلمس الأكل. طيب عندي هنا الفراخ دي. في الوصفة الأولانية إحنا عملناها على شكل عمود زي اللانشون، لكن في الوصفة دي هنعمل زي رمضان. رمضان كنا حشينا برضو بالسجق، فدي هنحشيها فهنبططها كده على شكل مستطيل، يعني مش هنحطها زي الرول لأنه التانية كانت سادة لكن دي محشية. هنحاول نعملها بالشكل ده مستطيل كده متناسق. حاولوا ما يبقاش لا رفيع ولا تخين بحيث ان هو او كل ناحية تبقى شبه التانية. واحنا بنساوي الاماكن مع بعض كل ده هيلف وهيتوزع كويس. لو وجدتوا صعوبة ان انتوا تشتغلوا او ما عندكوش جوانتي ممكن تدهنوا الايد بالزيت، يعني عادي جدا،
اول يعني في الاول وفي الاخر انا الجوانتي ده بلبسه عشان الاستوديو، لكن في بيتي ما بلبسوش. طيب عندي هنا فلفل مشوي الوان، انا بحب اشويه عشان بحب نكهة الدخنة او السموك اللي جواه. هحاول بقى ان انا ارتبه بطريقة جميلة. معلش استحملوني بس الوصفة دي هتعجبكم جدا، وزي ما قلت انا عايزة اديها الوان السنة الجديدة الاحمر والاخضر. ولو اني انا من الناس اللي ما بتحبش موضوع الاحمر والاخضر ده، بحس ان في الوان تانية حلوة قوي ممكن نعبر بيها عن زينة الكريسماس والسنة الجديدة والايام الجميلة دي. طيب معلش قلنا نستحمل بعض، انا عارفة ان المخرج طلع عينه وعايز يخلص والوقت بيعد، بس احنا في الاول وفي الاخر بنعمل وصفة حلوة عايزينها تاخد حقها. وانتوا ممكن يعني انا وانا شغالة في الوصفة جاتلي فكرة حلوة قوي، ممكن تعملوها باللحمة، ممكن بس الفراخ، يعني معروف ان الفراخ ارخص، ومعروف ان الفراخ جلدها ما بيغيرش اللون وما بتكشش قوي في السوى، فبتفضل محافظة على شكلها الحلو. ممكن تدخلوا نوع من انواع المكسرات التانية زي عين الجمل، ممكن تدخلوا زيتون، ممكن تعملوا خضروات تانية، بس ممكن تعملوا اكتر من الالوان دي، يعني ممكن تعملوا فلفل اصفر وبرتقاني كمان، كلها حاجات يعني شايفة ان هي مناسبة قوي. ممكن تدخلوا نوع من انواع الحاجات الحلوة زي الزبيب، القراصية، المشمشية الناشفة، ممكن التين، كلها يعني اقتراحات. لكن انا بسلك السكة السليمة والمتاحة في كل بيت، واللي هي الفلفل الوان، بصل، ثوم، كل دي حاجات موجودة في كل بيت. تمام، نحاول امشي بسرعة. خلصنا اللون الاخضر، ندوس في اللون الاحمر. طيب بعد ما خلصنا دلوقتي الالوان هنبتدي بقى نلف الرول بتاعنا بشويش، واحنا بنطلع الورق والفويل، وكل ما نطلع الورق او الورق نحاول ان احنا ندي للرول الشكل الاسطوري لحد ما نخلص. هنيجي بقى نقفله من الجناب عشان نديله شكل اسطوانة او رول، وهنسيبه يرتاح شوية على ما نشوف اللازانيا بتاعتنا وصلت لفين. ده شكل اللازانيا بعد ما بتستوي، شفتوا بتتحمر بيبقى شكلها ازاي. ممكن نديها حاجة خضراء. الرول ده بنسويه التسوية العادية في الفرن، يعني في ناس تحب او انا بحب ساعات اشويه في الفرن، وساعات بحب ان انا اسلقه في المية الاول وبعدين اديله تحميرة، لكن الفرن دي حاجة بتبقى لذيذة جدا لانه بنقدر نتحكم فيه وبيتحمر من غير ما يتكسر ولا اي حاجة.
طبعا احنا بعد ما نسويه لازم نستنى عليه حوالي ساعتين عشان يبرد قبل ما نقدر نقطعه ترانشات. فاحنا عشان نختصر الوقت هنوريه لكم في الفود شوتس او في الصور اللي بتبان في اخر الحلقه. يا رب الحلقه النهارده تكون عجبتكم، يا رب تكونوا استفدتوا من الوصفات. افكركم ان احنا عملنا لازانيا حلوه جدا في البيت بطريقه سهله وبمكونات انتم متعودين عليها. عملنا كمان رول مفتخر وفخم وحلو يمشي كنوع من انواع مقبلات حفلات راس السنه. حلقتنا لسه مستمرة، شوف كل حلقة جاية ووصفات أحلى وأحلى من مطبخ آسيا.